سؤال آخر يقول فيه: من نوى الزكاة ثم مات ولم يزكي، فهل يمكن دفع الزكاة عنه بنية أنه زكى هو أم العمل؟ جزاكم الله من خير. وجبت عليه الزكاة ومات قبل إخراجها فإنها تخرج من تركته، تخرج من تركته، لأنها دين لله عز وجل، والديون يبدأ بها قبل الوصايا وقبل الموارث، قوله تعالى: بعد وصية يوصي بها أو دين. قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، فهذا دين لله عز وجل، وجب في هذا المال وفي ذمة هذا الميت، فيجب على وليه من بعده أن يخرج الزكاة من ماله نيابة عنه. نعم.